عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم صلاة. من أنكم تكونوا بخير وعلى خير. نبدأ هذا الفيديو بصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام. يما نحضر واحد العصير طبيعي جدا، مكونات بسيطة. فول المكونات على بركة الله. عندنا بنانة وحدة، واحد جعدة، واحد الخوخة، ومغرفة السكر، وواحد البربة، جوج البربات مقطعين صغاري، ولتر من الليتشين. على بركة الله نحضر العصير مع بعضنا. كنعملو الليتشين، هو الاول كنضيفوه بربة جوج اللي قطعناهم، كنضيفوه جادة اللي قطعناها حتى هي، والبنان مراها، كنضيفو الخوخ اللي قطعناه حتى هو، و كنضيفو السكر على حسب الحلاوه اللي بغيت. انا هنا كان عندي هنا غير شويه حتى شنطه شويه. هنا نطحن العصير ديالنا مع بعض. كيف ما كتشوفوا يجي خاطر وبالصحه. هذه هي النتيجه الاخيره ديال العصير اللي حضرناه معكم. نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنسوش تفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد.